مغاربة مغاربة شو نقول لك؟ مغاربة عرب ما شو نقول لك؟ ما عرفنا من بداو هاد الناس واعرين هادو اللي عايشين معاهم حنا بزاف. الشعب المغربي راه ما تقدش عليه. المغاربة هما واحد الناس الجود والكرم ومعروف علينا، حنا قلبنا طيب بزاف وكنرحبوا بجميع البلدان و يعني حنا هما القلب الرحب بالنسبة للعالم العربي كامل. والمغربي هو الشعب الوحيد في العالم اللي كيربح 60,000 ريال وكيصرف مليون ملي كتجيه 140. المغربي هو الشعب الوحيد اللي ما كيدخلش السوق راسو. المغربي هو الشعب الوحيد اللي كيعوم في البحر وحد يحويجو. المغربي هو الشعب الوحيد في العالم اللي كيعرقها شراب ملي كيتقرع كيقول استغفر الله. والمغربي باش كيعجبك واخا ما خدامش كتلقاه لابس نقي جوج بورطابلات هو كيتسال عباد الله الفلوس. المغاربه شنو نقول لك؟ الله يعمرها دار، ولكن ما كيرحموش المغاربه ما كيرحم. علاش؟ حيت واحد الانسان بحال مثلا نقول لك حنايا واحد المجتمع اللي ناقصين شويه ذهنيا. علاش؟ كيجي عندنا واحد الانسان بنادم بغي شي حاجه غير تعاون. المغاربه الحمد لله، المغاربه معروفين عالميا الحمد لله بالكرم ديالهم وبالشجاعه ديالهم يعني وكل شيء ديالهم الحمد لله بخير. المغرب ان شاء الله ديال كل شيء اللي جا مرحبا به، كل شيء يعيش الحمد لله، كل شيء فضل ديال الله عز وجل. مغاربة الله يعمرها دار، مغاربة مزيانين دراوش كاينين الفراعينة وصافي هادشي اللي كاين. المغاربة منتخب فيهم 12 لاعب. المغاربة مغاربة، كاينين المغاربة كاينين الأمازيغ فيهم الأمازيغيين فيهم البربر فيهم الفاسة فيهم المغاربة، يعني كاينين فرقاس ولكن كلنا عرب. الشعب المغربي معروف بالكرم ديالو وبالضيافة ديالو وب يعني تنوع أطعمة ديالو اللي كيشكرها جميع يعني شعوب العالم. الناس اللي كيخرجوا يديروا المعارض كتشوفوا كيفاش الإقبال اللي تيكون على أروقة مغربية في العالم. المغاربة ديالنا ديال المغرب. المغاربة أنا مغربي منهم، عارفيني أنا باركة كلشي مغاربة. كان قال لهم هات لو كان عندي جيش مغربي وسلاح أمريكي لو استنوش على العالم بأكمله. يعني هاد الناس هادو بزاف ما تقديش عليهم. شنو هو الأصل ديال المغاربة؟ المغاربة الأصل ديالهم هو إفريقي، والمغاربة هما متفرعين، يعني كاينين المغاربة اللي كيهضروا بحالنا باللغة المغربية الدارجة، وكاينين الأمازيغ اللي كيهضروا بالشلحة. المغاربة كينتميوا للقارة الإفريقية وهما من الناس اللي نزحوا البلد المغرب عبر الفتوحات الإسلامية اللي كانوا السكان الأصليين هما الأمازيغ، وعاد اندمجوا يعني كما كيقولوا تفاعلوا مع هذا الوسط ديال المغرب. الناس ديال التاريخ تيقولوا البرابرة هم الأول السكان الأول المغاربة. أصلا المغاربة أنا كنقول يعني أمازيغ، يمكن لأنني كننتمي للأمازيغ داكشي علاش قلتها. يمكن اصل ديالهم افريقي، حنا افريقيين. مغاربه افريقي. عرفتي ان واحد حنا في خريطه ديال المغرب افريقيه، تيقولوا سكان المغاربه الاصليين هم الامازيغ البرابره. با بو مو لوريجين دي ماروكين سو سون دي افريكان كوم نو، بلا ديفيرونس سي كو دوتون لا بو بلانش باركون دوتون لا بو نوا كوم نو، مي نو سوم توس افريكان. ديالهم امازيغ هما. يا تعرفتي ان اصلا واش اللي قراونا في المدرسه قال لك امازيغ وقلنا فرنساوي غنقولوا فرنساوي، هادشي اللي عارفين حنا. والاصل المغاربه، اصل المغاربه يعني اصل قديم امازيغ واليهود، ثم اتوا العرب من الشام فاستقروا في المغرب واندمجوا شعبا واحد. والاصل ديال المغاربه كاينين، الاصل ديال المغاربه راه هما هاد دكالة عبده شيادمه، فهمتي؟ هادو هما الاصل ديال المغاربه. هي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي. شكرا.